دي بقى علاقة جميلة جدا، 16/7 السرطان و17/3 الحوت. الحوت والسرطان زي بعض لان دي ابراج مائيه، وتلاقي البيت بتاعهم كله ايه يعني حساسه، يعني حساسه. هو طبعه لطيف معاها وهي طبعها لطيف معاه، بتفهمه بتحتويه، الاثنين بيشبعوا بعض رومانسيا، الاثنين حساسين فبيحسسوا على بعض، محدش بيتعدى حدوده. امرأة برج الحوت امرأة لطيفة عندها أجندة في حياتها لازم تعملها، راجل برج السرطان بيحس معاها بالاحتواء، هي بتعرف تحتويه.